نواصل مع المحور الثاني Mechanisms and Kinematic Fundamentals ونأخذ المثال رقم اثنين المعطيات كالآتي In a crank and a slotted lever quick return motion mechanism the distance between the fixed centers is equal to 240 mm and the length of the driven crank is equal to 120 mm The question is find the inclination of the slotted bar

مليمتر المسافة CB1 تساوي CB2 تساوي 120 120 مليمتر والمسافة AP1 في الجزء الثاني معطى أنها تساوي 450 مليمتر السؤال الأول مطلوب the inclination of the slotted bar with the vertical. في الحقيقة هي الزاوية CAB1. The extreme positions here are B1 and B2. بما أنه عندنا مثلث قائم الزاوية CB1A فمن السهل حساب ساين الزاوية CAB1 ساين الزاويه CAB1 في الحقيقه يساوي ساين 90 ناقص الفا على 2 هذه الزاويه الفا على 2 هذه كلها الفا اذا هذه الفا على 2 وهذه ايش هذه 90 ناقص الفا على 2 ساين 90 الفا على 2 هذه الزاويه يساوي الضلع المقابل تقسيم الوتر اذا يساوي سي بي 1 تقسيم الاي سي يساوي 120 تقسيم 240 وبالتالي يساوي 0.5 بعمليه حساب الساين المعكوسه ساين ماينس 1 يمكننا استخراج سي اي بي 1 سي اي بي 1 الزاويه تساوي 90 ناقص الفا على 2 تساوي ساين ماينس 1 اف 0.5 بالاخير الانكلينيشن اوف ذا 슬وتد بار وذ ذا فيرتيكال تساوي 30 درجه بالنسبه للتايم ريشيو لابد من حساب الالفا كما نعلم انه من خلال السؤال السابق انه 90 ناقص الفا على 2 تساوي 30 درجه وبالتالي الفا على 2 تساوي 90 ناقص اس ناقص 30 درجه يساوي 60 درجه فالالفه تساوي 2 ضرب 60 يعني 120 درجه بالنسبه للتايم ريشيو يساوي 360 ناقص الفا تقسيم الالفه اذا 360 درجه ناقص 120 درجه تقسيم 120 درجه فالتايم ريشيو معانا يساوي 2 بالنسبة لآخر سؤال حساب اللانث اوف ستروك المعطيات عندنا هي ان مسافة الـAP1 تساوي الأربعمية وخمسين والمطلوب حساب r 1 r 2 هنا على رسمة مطلوب حساب r 1 r 2 اللي هي في الحقيقه مسافه p مسافة 2 p 1 الـP1P2 تساوي اثنين ضرب p 1 q هنا معانا Q في النص. ف P1 P2 تساوي 2 ضرب الـ P1 Q وبالتالي بما أنه عندنا في هذه الرسمة مثلث قائم الزاوية Q P1 A زاوية قائمة في الـ Q فمن السهل جدا حساب المسافة P1 Q استنادا على ماذا؟ بي 1 q هي في الحقيقة الضلع المقابل لل 90 ناقص ألفا على 2 فمن السهل جدا استعمال ساين 90 ناقص ألفا على 2 في حساب p 1 q فنتحصل على أنه p 1 P1Q تساوي ساين ال 90 ناقص ألفا على 2 ضرب الوتر اللي هو p 1 a نرجع إلى هنا 2 اي بي 1 2 اي بي 1 ضرب الساين تسعين ناقص الفا على اثنين يساوي ايش؟ يساوي الـ P1Q الكل طبعا ضرب اثنين نعوض هنا اثنين ضرب الاربعمية وخمسين ساين التسعين ناقص الالفا تساوي مئة وعشرين اذا ناقص مئة وعشرين على اثنين فنتحصل على انه Length of the stroke R1 R2 تساوي اربعمية وخمسين مليمتر